سي محمد علي تجي في يعني في دي زوبيراسيون بونكتويل وقت الانتخابات نحكيو على ترسانة الأسلحة اللي جاية تدخل من الحدود كيفاش قاعدين تتعاملوا مع هذا تفهم حتى حديث أنه المسيرات اللي صارت في الجنوب كانت فرصة باش الأسلحة تدخل يعني كلام سمعني كيفاش هوني وزارة الداخلية تتعاطى مع الملف هذا ومع الأسلحة اللي داخلة من الجنوب ومن يمكن من ليبيا أو من أماكن أخرى أنت قلت كلمة أنا لازمني نقولها كل مس من الأمن العام راه يؤثر علينا في كل الحالات راه كل مس انا ما عنديش انا معلومه انه لا لا, لا معنى اما كل مس من الامن العام ولا كل محاوله خاصه في الايامات هذه معناها كل مس من الامن العام وحاولت الها المؤسسه الامنيه باش تتلهى بحوايج اخرى راهو يمس من حربنا في معناها في الارهاب ماهوش معناها دعوه انه لكن باش نرجعوا كما قبل ولا نعم ولا كذا اما لكن باش الوضع يعني ماهوش مستقر لوعي معين لوعي معين راهو كل مس من معناها من الامن العام ومن النظام العام ياثر على الجانب العمليات المؤسسه الامنيه بالنسبه مع ليبيا كي نغلق الحدود الاسلحه كي نغلق الحدود كي نغلق الحدود في معنا في 3-4 ايام المقترنه بالانتخابات فما اجراءات حينيه تاع معلومات استخباراتيه معنا دقيقه في وقت معين هذاك علاش نتخذوا اجراءات معينه اما لكني على مستوى سير الايام وسيد العميد يعرف انه فما منظومه امنيه كامله تتشارك فيها الحرس والامن معناها باحزمه سواء الجيش الوطني وتدعيم المنطقه العازله وفما دوريات كبيره غادي وفما معناها تحسن كبير على مستوى ضبط حدودنا احنا حدودنا مضبوطه بكل معناها بكل المقاييس خذينا معناها ما عادش كما نحكيو على الايامات الاولى نتاع الثوره تو معناها وقع ضبط هذه الحدود بخطه امنيه وعسكريه كبيره ياسر فما معناها حتى تقنيات عند الجيش الوطني جديده وقع رصدها من الرادارات من تغطيه جويه تغطيه الكترونيه تغطيه معناها بالاليات الميدانيه والتوغل واستعمال الاليات واستعمال المهاري والحرس الوطني والامن الوطني كلها منظومه احنا ضابطين حدودنا شفتوا معنا العمليات الاخرى ما لازمناش ننساو العمليه الاخرى نتاع ايقاف محمد علي الغربي وهو كان من العناصر الضالعه والرئيسيه في محاوله ادخال الاسلحه وهي تعتبر ضربه كبيره لكتيبه عقبه بن نافع والجماعه التي حاولت في وقت من الاوقات انها معناها تزيد اكثر تتركز معناها فما عمليات كبيره مريم ما باش ننساو سيد العميد راهو عمليات استباقيه كبيره ياسر قامت بها المؤسسه الامنيه. علاش احنا كل مره نركزوا يلزمنا نركزوا على انها عمليات استباقيه. صحيح صحيح معناها واللي وصلنا له بالدم ديما نقول راهو المرحله ذي وصلنا لها بالدم وصلوا لها معناها تقريبا عندي الرقم 60 شهيد من الامن والحرس الوطني وعائلاتهم اليوم هذا معناها الوكيل حسن معناها انا باش ما نكونش معناها ومانيش باش نحكي بلغه المتاثر وكذا اما فما جانب في القلب بيع المكان ربي اما هذا راهو متزوج وعنده 3 صغار زوج اولاد وزوج بنات ما نحبش نحكي عليه برشا ان شاء الله نحكي مع عائلته ولا احنا ادارتنا تقوم بدورها ويلزمنا نقوموا بدورنا مع عائلته والمجتمع المدني والناس كل